السلام عليكم. احنا اليوم فرحتنا كبيرة كثير. طبعا احنا هاي الفرحات بعد انتظار طويل بعد عمر كثير من الزواج احنا نفرح لها، لانه حقيقة احنا نشعر بفرحة كبيرة وسعادة كبيرة صاحب هذول الاهل. احنا اليوم تاريخ 27/5/2023، فرحتنا اكيد كبيرة لانه 17 سنة انتظار من متعدد محاولات اطفال الآليين 3 مرات أو 4، من مرتين تلقيح صناعي ويصير حمل، يعني الحمل يفشل من بدايته. طبعا شو الحل في هيك حالات؟ هو انتقاء سلامه الاجنه PGT، يعني انتقاء سلامه الاجنه بعطي فرصه عاليه انه يكون التخصيب احسن للاجنه ويكون درجتهم عاليه ويكون انغماسهم الامبلانتيشن ريت تبعهم اعلى في داخل جدار الرحم. اذا هي فكره غيرت كل تاريخ حياه هذول الاهل. إذا إحنا انتقاء الوسيلة السليمة شو ما كانت مصاحبة إلها من تعب ومتابعات وفحوصات، لكن أدت إلى نتيجة سليمة. 17 سنة انتظار، كانوا عاملين محاولات كثيرة متعددة للأطفال الأنبيب، مرتين تلقيح صناعي IUI فشلت لأنه ما كان في انتقاء. فكانت عملية انتقاء سلامة الأجنة وتحديد السبب اللي هو الأجنة الفاشلة بتعطي نتيجة حمل فاشلة، الأجنة السليمة بتعطي نتيجة حمل على الأغلب سليمة بعد إذن ربنا كله سبحانه وتعالى. اليوم بعد انتظار 17 سنة فرحة كانت كبيرة كثيرة لهذه العائلة والمركز شميساني وحدة الاختصاب الوراثي. اجاهم شاب جميل لعائلة محترم باكر من كل قلبنا. الأسباب الموجودة في تأخر الحمل كانت كمان مش واضحة لا عند الزوج ولا عند الزوجة، وانتظار طويل كثير وتأخر الحمل كان محاولات أطفال فاشلة. انتقاء السليم الطريقة السليمة أعطى نتيجة سليمة بعد إذن ربنا. اليوم باكر من كل قلبنا. شاب جميل لعائلة محترمة، مبروك مبروك عن جد من كل قلبي بعد هذا الانتظار بعد التعب والجهد كبير. أنا اليوم يعني باركت للأب وشعرت قديش الحنان الموجود عنده. يا رب الله يعطيه ويعطيه طول الصحة والعمر ويتابع ابنه ويربيه ويكون في أحسن مراتب. وبقول لكل الأمهات لا تقنطوا من رحمة الله. إن شاء الله نجاح صاحبنا مش دائما بصاحبنا، لكن بتمنى من ربنا دائما صاحبنا ونقدر نعطي أكثر وأكثر نسعد هاي العائلات. مبروك لهم عن جد من كل قلبنا. اليوم 27/5/2023 جزء من توفيق من عند ربنا. بقول لكل الأمهات ولا تقنطوا من رحمة الله. شكرا لكم، مع السلامة.